السلام عليكم. بون عندنا باك 2016 قال لك دراسة التسنن ولا جدول مميزات المسننة، صح؟ عطانا المعطيات، عطانا الزاد 3 ايكال 20 والدي 23 ايكال 80 والدي او الاش ا ايكال 2 مليمتر، صح؟ واحد قال لك احسب الموديل، دوزيام قال لك زاد اعطيني زاد 23، ثروازيام قال لك اعطيني دي 3، كاتريام قال لك احسب لي الار بين 3 وال 23، صح؟ كيستيون الاخر خامس قال لك احسب نسبه النقل ولا النسبه الاجماليه للمخفف، علما ان ار بين ال 20 و 14 ايغال 1 سور 2. وكيستيون السادس قال لك استنتج سرعه الخروج ان 10، صح؟ اول حاجه نروح نشوفو الرسم تاعنا، صح؟ هذا هو الرسم. انا نلاحظو بلي هنا كاين محرك، هاوليك رقم واحد كوتي، هذا هاوليك هنايا محرك، صح؟ دوك تشوفو هنا في الرسم كيفاه شعل، تلقاو كاين لي من ذاك يغلط نسبة النقل، يدير زعما بين وحدة بين زوج وينسى وحدة. دوك تشوف هنايا تعرف كاع نسبات النقل اللي موجودين هنا اللي ما عطاهم لكش ما عطاهم لكش. بون هنايا قلنا المحرك، مادام هنا كاين محرك يتسمى عمود دوار، تسمى عمود، كبروا في الخط. مادام قلنا كاين محرك يتسمى كاين عمود دوار، يتسمى هذا العمود يدور، صح؟ كي يدور يدور مع هذه، كي تدور هذا المسننة تدور مع هذه المسننة، هذه المسننة فيها الخابور دونك عند هذا العمود يدور معها، وهذه العمود فيها عمود مسنن يتسمى يدور معها هذه وتكمل. يتسمى واش عندنا؟ عندنا نسبة النقل، ديرو كاي، عندنا نسبة النقل بين المسننة هذه والمسننة هذه اللي لاصقة فيها، صح؟ عندنا هذه، عندنا نسبة النقل الأولى والدوزيام ما عندناش بين المسننة هذه وهذه، خاطش علاه؟ هذه عندهم عمود واحد يتسمى سرعة واحدة، يتسمى ما نقدروش نديرو نسبة النقل، مثلا ما نقدروش نديرو نسبة النقل، عندهم نفس العمود مثلا ما نقدروش نديرو نسبة النقل بين هذه وهذه، ديجا نفس السرعة تسمى ما نديروهمش. عندنا نسبة النقل الدوزيام بين عمود المسنن هذا ولا نقولو المسننة هذا وهذه، سي بون كملوا. يتسمى عندنا زوج نسبة النقل، عندنا هذه وهذه، عندنا هذه وهذه. دونك كيفاش تعرفوا مثلا زعما نديرو كيما هذه، قلنا حسبوا الار 3 سير 23، عندنا نسبة النقل، عندنا قانون اون جينيرال تاع الار، هذو المعطيات عطيهم لنا، هو عندنا قانون تاع الار، ار بين مثلا 2 و 3 مثلا يساوي، عندنا في الدي دي سير دي، وعندنا الزد سير زد، وعندنا الان السرعة ان سير ان. دونك نديرو خط قانون تاع الار اون جينيرال كيما نقولو، فيه 3 اللي تقدر زعما نقولو تخدم بيهم، صح؟ الى كنا في الدي، في الدي والزاد كيف كيف. دونك نديرو ايكال ايكال من بعد نخدمو ايكال ايكال، صح؟ الى كنا في الدي تولي هاي ليك، شوف اثنين اثنين هذه الاولى تولي هنا، تسمى تولي هذه بين الار بين اثنين وثلاثة تولي دي دو سير دي تروا، صح؟ الا كانت الار زاد بين اثنين وثلاثة تبقى نفسها، تولي اثنين على ثلاثة.
إلى جينا في الآن بسرعة تتقلب تولي 3 الفوق و 2 لتحت صح. وهذو كيفاش تعمرهم؟ عندنا مثلا هي الار هي ايغال هي القائد المنقاد القائد القائد على المنقاد. دوكا دوكا نشوفو كيف شنو هي القائد شنو هي المنقاد. القائد هو اللي يمد الحركة هو اللي يدور الآخر. هذا القائد هو اللي يمد الحركة للزوج. مثلا نجول لهنا مثلا هنا المحرك هاوليك المحرك تاعنا دونك يمد حركة دورانية كي يدور هذا العمود اوتوماتيكمون يدور مع هذه المسننة خاطش راها بالاخر اندماجية. الوسيلة عندهم خابور صح يتم الدور هذه دور مع هذه المسننة وهذه المسننة هي اللي تمد الحركة لهذه المسننة الزوجة. تسمى هذه تدور معها هذه تسمى هذا القائد وهذا المنقاد. نفس الشيء كي نجو دايرين منه هذه تدور هذيك تسمى هذا القائد وهذا المنقاد. تسمى كي نجو نحسبه في الار ديروا الار ولا الار بين هذه المسننة الرقم تاعها 3 والمسننة 23 نديرو دي تاع 3 على دي تاع 23 ولا الزاد تاع 3 زاد تاع 3 على الزاد تاع 23 كيكونوا في الان نقلبوا تولي ان تاع 23 على ان تاع 3 صح. دونك نجيو نشوفوا هنايا قال لك اعطيني الموديل الموديل هنا كي تجي تشوف المعطيات تلقى عطي لك الـ HA والـ HA أنا قاري أنه ديجا الـ HA هو نفسه الموديل تسمى HA إيقالة M HA HA إيقال M إيقالة 2 هاوليك هنا وعطيها لك إيقالة 2 صح. قالك حسين اعطيني زد 23 انا قارين ديجا عندنا واحد القوانين اللي هو دي ايغال زد فوا ام. دي هو عدد الاسنان في الموديل. هنا كي نعود نحوسو على 23 يتسمى تولي لك دي 23 والزد 23 الموديل يبقى نفسه في هذه الحاله يبقى نفس الموديل. نشوفوا من هذه خرجوا زد 23 تاعنا زد 23 ايغال دي 23 سير ام. من هذا القانون نخرجوا زد نقسموا على ام منه ومن هنا دونك زد 23 هو دي 23 سير ام. الام عندنا تاعنا زوج والدي 23 هو 80 ملم دونك زد تاعنا يقال 40 خاطش 80 على زوج تسمى 40. زد 23 يقال 40 تحب تخليها هكا تحب تكتب دون زعما سين صح. قال لك اعطيني دي 3 دي 3 نشوف شوفوا في المعطيات دي 3 دي 3 هنا وعطينا زد 3 هذه تلقاها في الباج الاولى كاع زد 3 وعطيها لنا هاي ليك. من هذا القانون كيف تكونوا نحوسوا على دي 3 دونك نديروا دي 3 ايغال زد 3 فوا ام نفس القانون. نفس القانون هاوليك هنا وعطينا الزد زد اللي هي فا هنا زد 3 اللي هي فا والموديل هو 2 يتسمى عندنا 40 دي 3
ايجال 40. قال لك اعطيني الار بين التروا والفان تروا، كما كنا دايرين هنا الار بين الدو والتروا، هي دي دو سير دي تروا، زد دو سير دي زد تروا. الان تقلب دونك هنايا نجي نشوفو، قال لك بين ار بين تروا والفان تروا، نشوفو شكون القائد شكون المنقاد. شوفو قبل وراه تروا، هاي ليك تروا وهاي ليك الفان تروا، قلنا المحرك هنا يتسمى يدور هذه وهذه تدور معها هذه، يتسمى هذا القائد هذا المنقاد. دونك تولي لنا دي تروا سير دي فان تروا، الار تولي لك دي تروا سير دي فان تروا. فوالا ايكال دي تروا تاعنا هاي لي كارونت على دي فان تروا كارونت. بون دي نو دي كارونت هذا الزاد، دونك دي فان تروا هاي ليك هي 80 هاي ليك، خاطش دي تروا انا حسبناها هي 40 و دي فان تروا او عاطيها لنا هي 80 هي 80 صح. هاي ليك دي فان تروا و دي تروا ديجا نحسبناها، دونك 40 على 80 اللي هي 1 على 2 نصف، هي 0.5 صح. قال لك عطيني نسبة النقل الإجمالية، علما أن الار بين الفا والكارو والكاتورس إيجال أن دومي صح. نجيو نشوفو وراه الفا وراه الكاتورس، الفا هاي ليك والكاتورس هاي ليك، الفا هي القائد وكاتورس المنقاد وحاسبها لنا ديجا وعاطيها لنا. دونك باه نديرو نسبة النقل الار خصنا نضربو قاع نسبة النقل اللي لقيناهم، دونك عندنا ار ايكال هي الار بين الفا والكاتورز فوا ار بين التروا والفان تروا. هذه الار اللي حسبناها هذه، خاطش هنا لقينا غير زوج تاع نسبة النقل، كان لقينا مسننات وحد اخرين نزيدو نديرو، لقينا غير هادو الزوج صح. عندنا الار الاولى لقيناها نصف والار دوزيام هي نصف، يتسمى 0.5 × 0.5 ايجال 0.5 × 0.5 ولا نديروها على شكل كسر، 1/2 ضرب 1/2 اللي هي 1/4 يساوي 0.25 يساوي 0.25 صح، 1/4. قال لك استنتج سرعة الخروج الانديس هنا سرعة الخروج، عندنا الار هي سرعة الخروج على سرعة الدخول، الار كي لازم نخدمه بالان هي سرعة الخروج على سرعة الدخول. عندنا الار يعني قلت لكم الار، قلت لكم في الار تقلب متوليش زعما القائد على المنقاد، كشغل تولي المنقاد على القائد. الار ار ايجال سرعة الخروج على سرعة الدخول اللي هي ان ديس على
سرعة الدخول اللي هي سرعة المحرك الموتور الموتور صح هذه هي واش قال لك قال لك اعطيني سرعة الخروج حوس على هذه هذا شو يساوي يساوي نسبة النقل الآر ضرب سرعة المحرك فوق من هذه خرجوا باللي ان ديس يساوي الآر ضرب سرعة المحرك صح نكتبوها بشكل واضح كنا من هذه خرجوا ان ديس يساوي ار ضرب سرعة المحرك الار اللي لقيناها هي 0.25 يساوي 0.25 ضرب سرعة المحرك لقاوها في المعطيات الاولى في الصفحة كاع الاولى تاع الباك هاي لك سرعة دوران المحرك هي 1500 صح هنا نسبة النقل هذه ما عندهاش وحدة جماعة تعالاه دي شوف دي شوف برك الار هذه بين 3 و 23 مثلا هذه بالمليمتر وهذيك بالمليمتر كي دير هذه تقسيم هذيك دونك المليمتر تروح مع المليمتر تولي بدون وحدة صح هنايا هنا عندنا الار بدون وحدة والان موتور بالوحدة تاع تور بار مينيت هنا قالك استنتج السرعة دونك نحسبو 0.25 ضرب 1500 هاي ليك 375 and this 375 tour for هذا هو والسلام عليكم